طب قولوا واحدة بس لعالم الرجالة، انتوا غاليين عندي قد ايه؟ عشان كده انا جمعتكم النهاردة بربطة المعلم عشان اقول لكم ان انا على عتبة نقلة جديدة في حياتي. انا خلاص خدت ورث هالة اختي الله يرحمها. صحيح المجلس الحزبي هو الواصي على ابن اختي في فلوس ابوه وامه لغايه دلوقتي، بس ان شاء الله لما يبقى تحت وصايتي. ايه ده يا سنجة، هتولع فينا ولا ايه؟ مش عايز نترص يا معلم. ان شاء الله لما الواد يبقى تحت وصايتي هنعمل كل اللي احنا عايزينه وبراحه راحتنا، وكل اللي عايزه منكم حاجه واحده بس، وقفتكم معايا، وقفه الرجاله اللي انا متعودها منكم. ها قلتوا ايه؟ الله، انت عايز اقوال يا سيد المعلمين؟ ده انت تؤمر يا معلم عوني. طبعا انا مش عايزك تقلق يا معلمه بالنسبه للطمانينه، يعني انت غالي والطلب رخيص، بس هو يعني لما مؤاخذه في استفسار بالنسبه يعني لمصلحتنا في السبوبه وكده. الله، رياضه مرت مصلحتي يا خايب انت، مصلحه واحده طول ما فيها فايده لسيد المعلمين. اصيل يا سنجه طول عمرك اصيل، اما انت مر اسمع لمسمى. النهارده هناخد قرارات كتير قوي للمجموعه، اعتقد انها مهمه قوي وهتغيرها تماما. احنا عندنا مشكله كبيره قوي في مصر، طبعا كلنا عارفينها، البطاله. مش معقول مجموعه كبيره زي مجموعتنا ما تشاركش في حلها. وبناء عليه انا قررت من النهارده هيبقى كل المصنع وكل المجموعه عمالهم مصريين بس، ولا واحد اجنبي. ولاد بلدنا او لفرص العمل ولا ايه؟ اتنين، من النهاردة هنعمل ابديتنج لكل المكان بتاع المصنع عشان نقدر نواكب السوق ونحافظ على التوكيل بتاعنا. تلاتة، عندي فكرة كده عايزين نتناقش فيها، يعني انا بفكر اغير لوجو المجموعة خالص. لا انت اكيد اتجننت. ايه ده ايه اسلوب الكلام ده؟ متنسيش ان انا ليا دلوقتي حق الادارة بحكم ان انا نسبتي بقت اكبر بعد ما اشتريت نسبة مامي، يعني دلوقتي I am the boss. اوكي باس، بس انت كده بتهدي المجموعه كلها. والله مالي وانا حره فيه، اللي مش عاجبه يا يبيع لي نصيبه ونفضها شراكه، يا اما يروح يشرب من البحر. This is unbelievable. She calls herself a freaking boss. You're screwing with my life. ده عطا يا دوب كده، انت اكبر واحد. سيبها يا كشتا ولع وهي ماشيه. المركنتك عرف ما بقاش. مدام وسيله، انا كان عندي استفسار. اتفضل. بمناسبة يعني تغيير اللوجو بتاع المجموعة ده، أنا شايف إنه ممكن يخلينا نفقد جزء من تاريخنا التجاري، يعني كأننا هنبدأ من أول وجديد. عموما يا جماعة متهيألي موضوع اللوجو ده ممكن نخليه آخر حاجة، يعني ممكن يبقى آخر أولوياتنا، مش كده ولا إيه يا مدام وسيلة؟ أيوه عادي، هو الموضوع مش فارق بالنسبة لي أصلا، كان مجرد اقتراح كده ممكن ناقشه في أي وقت يعني. في حد عنده أي ملاحظات قبل ما ننهي الميتنج؟ طيب اتفضلوا على مكاتبكم. أنا متأسف جدا على اللي حصل امبارح. لا 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 خالص، أدهم كان أصلا متضايق من مشكلة حصلت بينا الظهر، وما تخصكش خالص على فكرة، وبعدين أنت هتركز لأدهم، لا أدهم مجنون، ما تركزش معايا. مشيت زعلانة. لو جون مصلب دماغه وكلامي مش واصل له، مش عارف أوصل له. انت ايه اللي خرجك وراها اصلا؟ ابدا، انا قلت يعني احنا شركة معاها وكده، يعني هي اللي شريكة معانا، واياك اشوفك بتكلمها مرة تانية. ماشي ماشي حضرتك، ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا اخي مجاهد، اهلا وسهلا. جبت لحضرتك انا الفلوس 50,000 جنيه بتوع التجارة بتاعت الصين. ايوه اهلا وسهلا، اتفضل. ايه يا اخي مجاهد، ما تخافش، الدار امان. هيوحشونا يا فندم والله. الله يخليك. ويا سيدي جزاك الله كل خير. عنا وعنكم يا فندم، حضرتك مش هتعدهم؟ ايه يا اخي مجاهد، ده انت مصدر ثقه لنا جميعا. لا انا ما بثقش في ابويا بقى. نعم؟ يعني ما فيش اي ضمان كده، بس عشان ال 50,000 جنيه دول عشان ابقى مطمئن بس مش اكتر. طبعا في وصل، اتفضل. وادي يا سيدي الوصل. شكرا يا فندم، ربنا يكرمك. ربنا يخليك. عاوز مني حاجة يا فندم؟ لا الفلوس يا أخ،
الفلوس. حضرتك عايز الفلوس؟ طبعا. طب ما تاخد الوصل. انا مش عايزك يا اخ مجاهد تقلق من حاجه خالص. الست ام ربيع اللي بتجيب لنا البضاعه دي ست فاضله، وانا اضمنها برقبتي. هو لسه في ام ربيع؟ لا انا كده الفار يلعب في عدي بقى. اوكي انت يا مالك ايه انت فرحك ان حد اسكت؟ بصراحه يا ناقم الواد محتاج ايده تتلف في حديد في حرير. ايه مالك في السجارتين عاملينك ولا ايه يا طروق؟ اظن كده مش ناقصك اي حاجه. خلاص بتاعك. انا ناقصني اهم حاجه النهارده. ايه يا عم في ايه؟ متكئبها علينا ليه كده؟ ابو العروسه وافق ودخلتك النهارده والحمام على السفره في البيت، ناقص ايه تاني؟ كان نفسي امي وابويا واخواتي كل اللي بحبهم كان نفسي يبقوا معايا النهارده. بس هعمل ايه بقى؟ ما بيدي حيله. يا عم بس ما تقلقش بس. قول يا باسط هتلاقيها هاصت. فك يا طروقه. ايوه كده فك بقى وروشها لنا ليلتك يا نجم. تعرف يا دي انت هو برغم ان انتوا احقر اتنين عرفتهم في حياتي الا انكم اعز اتنين الى قلبي بحبكم قوي. ايه اللي احنا معفنه دي؟ ما تقومش غير حاجه بقى يا لود. ثانيه واحده. ايه القميص الخازل ده؟ ما تستحمى بقى بيه، ما تستحمى يا اخي.